كما قام جلالة الملك المفدى يرافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجولة في معرض الصور والوثائق التاريخية التي تتحدث عن المحطات التاريخية للقطاع النفطي في البحرين. وقد أثنى جلالته على الجهود التي يقوم بها منتسبو القطاع النفطي من الكوادر الوطنية معربا عن تطلعه بدوام التوفيق والنماء لهم خلال المرحلة المقبلة، حيث نوه جلالة الملك المفدى بما سيمثله إطلاق هذا المشروع الحيوي الضخم من أهمية كبيرة في مسار علاقات تعاون ثنائية وخاصة في القطاع النفطي، مؤكدا بأنه شريان اقتصادي حيوي يؤسس لمنصة متكاملة من المشاريع الاقتصادية المهمة التي يعود نفعها على البلدين والشعبين الشقيقين. وقال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله: إننا في مملكة البحرين نعتز بما يجمعنا والمملكة العربية السعودية من أواصر محبة وأخوة، ونحرص على الدوام على تعزيز هذه العلاقات بما يتسق مع أهميتها التاريخية، ويواصل البناء على أسسها المتينة لتبلغ آفاقا أرحب تجسد طموح البلدين والشعبين الشقيقين. وما تدشين مشروع خط الأنابيب الجديد إلا أحدى الثمار التي سيجني من خلالها البلدين، بل البلدان والشعبان الشقيقان الخير الكثير، منوها جلالته بما يربط شركة نفط البحرين بابكو وشركة أرامكو السعودية من تعاون بناء وفاعل منذ عام 1945، الذي مر بمحطات بارزة أسهمت في تعزيز علاقات البلدين في الجانب النفطي، متطلعا جلالته بأن يسهم مشروع خط الأنابيب النفطي الجديد في تحقيق مزيد من النقلات النوعية في التعاون النفطي بين البلدين الشقيقين. من جانبه ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين تدشين العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية خط الأنابيب النفطية الجديد كعلامة بارزة في إطار هذه العلاقات الأخوية.